المزيد مشاهدينا بشأن الانتهاكات في السجون الحكومية وأماكن التغييب القسري في العراق، معنا هاتفيا ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا عبر الهاتف من فيينا. مرحبا بكم أستاذ ضياء. الحكومة في العراق أعدمت 12 معتقلا في غضون أيام فقط بحسب المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. ما سبب هذه الإعدامات التي تقوم الحكومة في العراق بتنفيذها بين مدة وأخرى؟ ما الهدف منها؟ الأمر الإعدامات الذي تقوم بها الحكومة العراقية، أغلب الأحكام الإعدامات هي أحكام انتقامية وليست أحكام وتأخذ الاعترافات تحت التعذيب، وهذا أمر متعارف عليه في السجون العراقية. حينما يبدأون بالتحقيق يبدأون انتزاع المعلومات الكاذبة من المعتقلين بالتعذيب، وهذا الأمر معروف عند العراقيين. ولهذا السبب المنظمات العالمية والدولية نددت بهذه الأعمال الإجرامية التي تقوم بها الحكومة العراقية أو حتى المحاكم العراقية. مع الأسف هذا يحدث بالعراق، يعني دائما هذا يحدث بالعراق. يعني كما تفضلتم معظم هذه الإعدامات يعني تنفذ بشكل تعسفي على أساس اعترافات أيضا تنتزع من المتهمين بالتعذيب والإكراه حتى من دون التصديق من الرئاسة. أين دور مجلس النواب في هذه القضية المهمة؟ حقيقة مجلس النواب تحدثوا بعض النواب عن هذا الأمر، ولكن هو مجلس النواب هو مغيب، يعني ملتهين بقضايا ثانوية وليست في القضايا الأساسية التي تخص الشعب العراقي. الأمر غريب لأنه مجلس النواب عليه أن يشارك بهذه العملية وأن يشارك حتى بزيارة السجون ويلتقي بالمعتقلين ويعرف ماذا أتم من الإجراءات الرسمية بتعديل قوانين السجون في العراق، وهذا مغيب بالنسبة لمجلس النواب العراقي. ويعني هم كلهم ملتهين بأشياء ثانوية بهذه لدينا الأشياء. الأحكام العراقية الموجودة بالوقت الحاضر هي أحكام انتقامية وليست لأسباب يعني لأسباب سياسية وليست لأسباب حسب ما يدعون أنه قام هذا الشخص بأعمال إرهابية، ولربما أن يكون بعيد عن هذا البعد. وعندنا كثير من الملفات الناس الذي عدموا هم أبرياء. يعني ما دور لجنة حقوق الإنسان البرلمانية؟ هل دورها أن تعلن وتوثق فقط؟ هي أقرت هذه اللجنة بأن نسبة الاكتظاظ في السجون بلغت نحو 300%. لماذا كل هذه الأعداد؟ هناك من يقول أنه الأمر متعمد لتكدس المعتقلين داخل السجون، وهناك انتهاكات أيضا تحدث داخل السجون الحكومية. هناك انتهاكات وهناك أمراض تنتشر بين لأن الكثافة السكانية الموجودة في السجون تنتشر بها الأمراض والأوبئة، وحتى بالنسبة للطعام والتغذية الموجودة هي تغذية سيئة، لأنه أغلب الممولين أو الموردين للمواد الغذائية هم من الأحزاب السياسية الحاكمة في العراق. ولهذا السبب يعني واحد يغطي على الثاني للجريمة مالته، وهم أيضا يعني أعضاء البرلمان أيضا مشاركين بهذه العملية الإجرامية، لأن هم أيضا من هذه الأحزاب، وهذه الأحزاب هي التي ترتكب هذه الجرائم بحق العراقيين الأبرياء الموجودين في السجون. هناك أيضا تقرير للخارجية الأمريكية تحدث عن إعدامات ومراكز احتجاز سرية تابعة للميليشيات. تحدث أيضا تقرير الخارجية الأمريكية عن تغييب قسري، يعني وأن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان. كيف تنظر لهذه الازدواجية؟ ليست أمريكا هي من أول من سنت إنجاز التعبير سنة القتل والتعذيب والتغييب القسري منذ احتلالها العراق وكذلك الحكومات التي جاءت بها؟ نعم بالتأكيد هي بدأت الاحتلال أو الاحتلال الأمريكي
بدأ مسائل التعذيب في سجن أبو غريب، وهذا كل الناس يعني معلوم ما حدث بأبو غريب، وهي الذي باشرت بعملية التعذيب للسجناء العراقيين. وهنالك يعني هي ازدواجية الولايات المتحدة الأمريكية يعني كازدواجيتها بالسياسة العالمية، لا أريد أتطرق بها لأنه أنا أتحدث عن العراق بالوقت الحاضر. الازدواجية هي من نصبت هؤلاء من الحكومة العراقية، وهي من سلمت الملف الأمني العراقي إلى جهات ليس بعراقية وإنما سلمتها إلى إيران. هذه حقيقة تاريخية لازم نتحدث فيها. وهنالك منظمات عالمية من ضمنها الصليب الأحمر ومنظمات إنسانية كثيرة نددت بهذه الأعمال، حتى الأمم المتحدة نددت بالأعمال وبالسجون، والتقرير السنوي الذي رفع من قبل الأمم المتحدة إلى جنيف كان يعني مشين بالنسبة للحكومة العراقية. ولكن من يلتزم الحكومة العراقية؟ يلتزم الحكومة العراقية هو الولايات المتحدة الأمريكية بالدرجة الأولى، والثاني هي إيران، واثنينهم متنفذين بتعيين حتى الموظفين الموجودين في الحكومة العراقية. مع الأسف حتى السفراء يعينون من قبل إيران، وهذه العملية معروفة لكل العالم. ما دامت هي معروفة وهناك بعض الوثائق، كيف يمكن استرضاء إذن يعني محاسبة كل من قام بانتهاك لأي عراقي في العراق بدلا من الاحتلال الأمريكي وصولا إلى الميليشيات المدعومة من إيران حاليا؟ الميليشيات هي إرهابية، وكثير من الميليشيات يعني صنفت من المجاميع الإرهابية في العالم، ولهذا السبب يعني الميليشيات تأخذ بعدها السياسي وبعدها الأمني والاستراتيجي الموجود في الوقت الحاضر بالعراق، ومدعومة من قبل إيران والولايات المتحدة الأمريكية. بغض النظر هنالك أكو اختلافات جزئية وليست صميمية بهذه الحالة، أنه إلى متى تبقى هذه الحالة في العراق؟ هذه تعتمد على الشعب العراقي وتضامن الشعب العراقي مع بعضه لإنهاء هذه الحكومة العراقية. مهما تأتي من انتخابات أو من تشريعات، لا توجد هنالك سلطة قوية بتنفيذ هذه الأوامر القانونية والإنسانية في العراق. لا يمكن أن تستمر هذه الحالة إلى ما لا نهاية. إذن ضياء الشمري رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان وسط أوروبا حدثنا من فيينا، شكرا جزيلا لك.